لالا بلوس، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الفني هاشتاج مشاهير. غادي نبداو الحلقه ديالنا هذا الاسبوع بخبر رجوع الفنان المغربي سعد مجرد للساحه الفنيه من جديد باغنيه غزالي غزالي. وتميزت الاغنيه بكليب فريد جدا من نوعه، قام فيه سعد مجرد باستحضار مجموعه من الشخصيات كانت ابرزها شخصيه مايكل جاكسون، يستنتجوا الناس على انها كانت لقطه ذكيه منه، خاصه ان مايكل جاكسون تم اتهامه بدوره بالاعتداء الجنسي كما هو الشأن بالنسبه للفنان سعد المجرد. واستطاعت الاغنيه لحد الساعه انها تتجاوز 35 مليون مشاهده على اليوتيوب. وبين الاخبار اللي تصدرت اهم المواقع بالمغرب، خبر تقديم الفنانه المغربيه صفائح بيركول برنامج ليلة العروسه عوض فاطمه خير الى جانب الفنانه دنيا بوتازوت عوض المسيح. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للفنانة صفائح بيركو من كواليس تصوير البرنامج رفقة الفنانة دنيا بوتازوت وكذلك الفنانين اللي غادي يغنيو في الحلقات من ليلة العروسة. ويشار إلى أن مجموعة من الناس سألوا من خلال تعليقات ديالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المعايير اللي تم من خلالها اختيار الفنانة صفائح بيركو لتقديم برنامج ليلة العروسة بدل فنانة فاطمة خير اللي خلات بصمة مميزة في البرنامج واللي الناس شهدوا لها بحسن الأخلاق ديالها واللباقة ديالها في التعامل مع العرسان. الأسبوع اللي فات طرحت الفنانة المغربية هدى سعد أغنية جديدة بعنوان بسلامة واللي لقيت استحسان وإعجاب عدد كبير من الجمهور ديالها واللي شبهوها بأغنيتها الأولى ما تفكرنيش. ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من الناس، خاصة أن هدى سعد حرصت فيها على أنها تبقى في الستيل ديالها وما تتبعش الستيل ديال الموجة الغنائية اللي كاينة دابا. كما أن فئة كبيرة من الناس اللي عجبتهم الأغنية شافوا بأنها تسلاح باش تكون شارة موسيقية لشي مسلسل أو عمل درامي. وفي ختام حلقة ديالنا لهذا الأسبوع غادي نكتشفوا جديد عمر وجاء بالمير أغنية سدينا لي من كلمات ديال رجاء واللي صوروها على طريقة الفيديو كليب واللي طغى فيها الحس الكوميدي للأخوين. وهكذا متابعينا غادي نكونوا وصلنا لنهاية حلقة ديالنا لهذا الأسبوع، وموعدنا كجديد بكم الأسبوع الجاي حلقة جديدة، فكونوا دائما في الموعد.